أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من برنامج من القاهرة والذي يبدأ من الآن وحتى منتصف ليل القاهرة. فقراتنا الحوارية الأولى ستكون حول دور الإعلام والمجتمع في دعم القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، وسنناقش هذا الملف مع سيادة اللواء محسن الفحام مساعد رئيس حزب حماة الوطن. أما الفقرة الحوارية الثانية ستكون متعلقة بزيارة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، وسنناقش هذا الملف مع الأستاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. ده سريعا عنوان فقرتنا الحوارية. جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مطار القاهرة الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي بدأ زيارة رسمية إلى القاهرة تستمر 3 أيام. ومن المقرر أن يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي سبل تدعيم العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. معي عبر الهاتف دكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير أستاذة نهى. دكتورة نهى بكر، أنت معنا الآن على الهواء، هل تسمعيني الآن؟ نعم أسمعك. أهلا بك. أهلا بك. كيف ترين توقيت هذه الزيارة لولي العهد السعودي بالنظر إلى أنها الزيارة الأولى إلى مصر، وبالنظر أيضا إلى أنها تسبق عقد القمة العربية المقبلة في السعودية؟ هي الزيارة الأولى له وهو في هذا المنصب، ولكنها نعم. ليست الزيارة الأولى. صحيح، بعد التغييرات. نعم نعم، هي استمرار لعمق العلاقات وإظهار لعمق العلاقات أن تأتي زيارته الأولى الحقيقة أنه مصر والسعودية الاثنين قوى إقليمية في إقليم مضطرب بشدة، ولذلك يعني هناك أهمية شديدة للمشاورات بين الدولتين من أجل يعني أن يستتب الأمن في هذا الإقليم المضطرب. في قضايا مشتركة كثيرة أمنية فيما يخص سوريا، فيما يخص اليمن، فيما يخص الوضع في العراق، فيما يخص التدخلات من بعض القوى الإقليمية مثل إيران، الهم الأكبر وهو الإرهاب للدولتين، أيضا ما تقوم به مصر بجهود فيما يخص ليبيا، ملف مثل الملف القطري وكيفية التعامل معه على المدى المتوسط والقريب، ملفات مهمة جدا. لكن أيضا هناك شق يخص العلاقات الثنائية، وهو الشق الذي يخص الاستثمارات السعودية في مصر وأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. نحن نعلم أن مصر يعني همها الشاغل هو الوضع الاقتصادي وأهمية جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة بعد أن حدثت التغييرات التشريعية اللازمة من أجل جذب الاستثمارات، وأيضا ما قامت به لجنة فض المنازعات في حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر. كل ذلك يعني هي زيارة فيما يخص الشأن الثنائي وفيما يخص الشأن الإقليمي بكل ما به من اضطرابات. نعم، أشكرك جزيلا دكتورة نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. واتصالا بنفس الملف ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد عبدالله الزلفا، وهو عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. أهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. أهلا بك. كيف ترى أهمية هذه الزيارة لولي العهد السعودي بالنظر إلى العلاقات الثنائية المصرية السعودية؟ هذه الزيارة تعد من أهم الزيارات لسمو ولي العهد، خاصة وهي الزيارة الأولى بعد أن أصبح وليا للعهد، وهو أيضا من ساهم في توقيع العديد من الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية، إبان زيارة الملك سلمان إلى مصر في العام الماضي. الأمير محمد والشعب السعودي ينظر إلى زيارته إلى مصر، زيارة الأخ الكبير نعم جمهورية مصر العربية، التي هي فعلا العمود الثاني أو العمود الموازي للعمود المملكة العربية السعودية في الحفاظ على الأمن القومي العربي وفي محاربة الإرهاب وفي محاربة كل من يحاول أن يتدخل في شؤون منطقتنا العربية، إضافة إلى طبعا الملفات الاقتصادية، الملفات الثقافية، الملفات المتعددة في الانسجام في الرؤية السعودية المصرية تجاه الكثير من قضايا أمتنا العربية وموقف المجتمع الدولي منها. نعم دكتور محمد، يبدو أن هناك رغبة مصرية سعودية أن تكون القمة العربية القادمة هي قمة فاعلة وليست فقط مجرد اجتماع عربي ينتهي بشعارات. هل هذه الرغبة ستتضح خلال هذه القمة القادمة بالنظر إلى القضايا الملحة التي تسيطر على المنطقة الآن، سواء القضية الفلسطينية أو الوضع في اليمن أو سوريا؟ هذا يعتمد، ولكن طالما مصر والمملكة العربية السعودية ومعها شقيقاتها دول الخليج العربي، فأعتقد أن هذا الكتلتين العربيتين الجزيرة العربية ومصر هما الآن الأهم في لعب الأدوار الحقيقية والصادقة للحفاظ على الأمن القومي العربي. وكل أسف بعض الدول العربية أما ظروفها لا تساعدها على أن تقوم بالدور المأمول، مثل العراق ولا سوريا ولبنان واليمن، كل هذه وليبيا وحتى كمان الجزائر والسودان تمر في ظروف صعبة، ولا أحيانا لا يعول كثيرا على بعض هذه الدول، ولكن الأكيد هو المملكة العربية السعودية ومصر ودول الخليج العربي ودول التعاون هما من سيكون لهم الدور الكبير والقوي في قمة الرياض القادمة، كما أن هما الدور الكبير والقوي على الساحة الدولية في التفاعل والتعامل مع القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية. أشكرك جزيلا دكتور محمد عبدالله الزلفا، عضو مجلس الشورى السعودي. نواصل مشاهدينا جولتنا الإخبارية، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تم خلال الاتصال بحث سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على دفع قدما بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة. كما تم مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكدا دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الرابع عشر عن العملية الشاملة سيناء 2018. أفاد البيان أن العمليات أسفرت عن القضاء على 10 تكفيريين شديد الخطورة وتدمير عدد من أوكار الإرهابيين. على أرض سيناء المقدسة يواصل أبناء الشعب المصري من القوات المسلحة والشرطة ملحمة وطنية لدحر قوى الشر والإرهاب واقتلاع جذوره من كافة ربوع مصر، واستمرارا للنجاحات المتتالية لعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018 على كافة المحاور والاتجاهات. فقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف 6 أهداف للعناصر الإرهابية وتدمير سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات، القضاء على 10 عناصر تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد ورود معلومات تفيد بتحصن عدد منهم بأحد المباني المهجورة بنطاق مدينة العريش وضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر. القبض على 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا، والإفراج عن عدد آخر بعد فحص موقفهم الأمني. تدمير 145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا لإيواء العناصر الإرهابية. اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض يحتويان على أكثر من 10,000 لتر بنزين، وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تم اكتشافها خلال أعمال التمشيط والمداهمة. اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات. تدمير 21 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط أكثر من 5 أطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية. فيما واصلت التشكيلات التعبوية والشرطة تنظيم الدوريات المشتركة بعدد 609 أكمنة ودوريات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي. كما عززت التشكيلات التعبوية والقوات البحرية وقوات حرس الحدود تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وعلى امتداد السواحل المصرية. ونتيجة للأعمال القتالية البطولية لقواتنا المسلحة تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط و3 جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية. ليسطر رجال القوات المسلحة يوما بعد يوم أروع ملاحم البطولة والفداء، يواصلون الليل بالنهار، يملأهم اليقين أنهم على الحق المبين وأن الله ناصرهم في الدفاع عن ثرى مصر المقدس. الله أكبر. الله أكبر. مشاهدينا، حول البيان الأخير للقوات المسلحة حول العملية الشاملة سيناء 2018 ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. مساء الخير سيادة اللواء. نعم مساء النور. كيف تبعت هذا البيان الأخير بشأن العملية العسكرية في سيناء؟ هي طبعا العملية سيناء 2018 عملية المجابهة الشاملة والتطهير لجميع أرجاء مصر وربوعها من الارهاب ومن العنف ومن التطرف وايضا من الاجرام الخاص بالتهريب. لكن ما لفت نظرنا النهارده او ما نقدر نخرج منه من هذا البيان شويه حاجات مهمه جدا، اهميه المعلومات اللي بيقوم بها المواطنين، وده كان واضح جدا في مداوله اعمال الشرطه والقوات المسلحه التي قامت بمداهمه وقت كان موجود داخل مدينة العريش والقضاء على 10 عناصر تكفيرية كانت موجودة فيه وعثروا فيها على أسلحة وذخائر. الحاجة الثانية برضو اللي كانت ملفته قوي للنظر هي تناقص العبوات الناسفة التي تزرع في الطرق على الطرق ومحاور التقدم للقوات والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر شديدة. يعني في هذا البيان عدد العبوات الناسفة تناقص إلى 39 عبوة كانت معدة لاستهداف هذه القوات، وده يدل على شيء، يدل على نجاح العملية حتى الآن وتدمير كميات كبيرة من المخازن والتي كانت تحوي على مثل هذه الأنواع من المتفجرات وبالذات متفجرات سيفور. برضو الحاجة المهمة جدا إن هناك ورشة كشفت كانت بتصنع العبوات الناسفة وبرضه دي تم تدميرها والقضاء عليها، اضافه لوجود مخزن للوقود اللي هو كان بيمون كل العربيات اللي تم الاستيلاء عليها وتدميرها، وكذلك الدراجات الناريه. الورشه دي كان فيها 10000 لتر بنزين بالاضافه لوجود اخرى، وده طبعا موضوع او رقم كبير مش قليل، بالاضافه طبعا للتدمير السيارات والمزارع البانجو. بعد برضه هذا الخطر الذي كان بيعد وده طبعا بيواجه شباب مصر. نعم. طبعا كان هذه المزارع 21 مزرعه وده رقم مش قليل، بالاضافه الى 5 طن من المواد المخدره. نيجي للاتجاه الغربي وهو ده الاتجاه الخطير برضه اللي هو بيعتمد على تهريب الافراد وتهريب البشر اللي هو الهجرة غير شرعية أو تهريب الأسلحة والذخائر، وده القوات الجوية الحقيقة قامت بتدمير 11 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود، بالإضافة إلى المواد الأخرى بالذات مثل السجائر المترسمة أو بعض المواد الأخرى. نعم. التشكيلات التعبوية عندنا اللي هي الجيوش المدنية يعني والقيادات والمناطق العسكرية بالتعاون مع رجال الشرطة بينظموا 609 دوريه وكمين، وده رقم كبير، ده غير المخطط، يعني ده زياده عن المخطط بهدف طبعا التفتيش والسيطره وتمشيط الظهير الصحراوي والطرق والمدقات الغير مطروقه. نعم. عندنا برضو القوات البحريه بالتعاون مع قوات حرس الحدود والتشكيلات البريه اللي زي الجيشين بالذات الثاني والثالث بيقوموا بتامين السواحل، وعندنا المنطقه الشماليه كمان والغربيه، السواحل الجنوبيه، سواحل جمهوريه مصر العربيه بالكامل، بالاضافه الى تامين المجرى الملاحي الاهم جدا والشريان الرئيسي للتجاره العالميه وهو قناه السويس. تمام، ووضحت الصوره. بشكرك جزيلا سياده اللواء اركان حرب محمد زكي الالفي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. جدد الازهر الشريف اعتزازه وفخره بما يبذله رجال القوات المسلحه والشرطه البواسل من تضحيات في مواجهه الارهاب الاسود ودعمه لخطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 وكافة الجهود التي يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب. ونعى الأزهر في بيان اليوم استشهاد 4 من قوات الجيش خلال أداء واجبهم الوطني وتعقب أوكار الجماعات الإرهابية ضمن عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، وهو ما أسفر أيضا عن إصابة 4 جنود آخرين. مشاهدينا، كانت هذه جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. حوارنا الأول كما تابعنا في البداية متعلق بالوعي الشعبي لمساندة قوات الشرطة والجيش في مواجهة الإرهاب، وأهمية الخطاب الإعلامي لإعداد هذا الظهير الشعبي لدعم مؤسسات الدولة الأمنية في مواجهتها وحربها ضد الإرهاب. بعد الفاصل نبدأ الحوار حول هذا الملف. إذا مشاهدينا، حوارنا الأول في برنامج من القاهرة متعلق بالوعي الشعبي لدعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، والأهم أهمية الوعي بخطورة الإساءة إليهما في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن. معي في هذا الحوار سيادة اللواء محسن الفحام، أستاذ علم إدارة الأزمات ومساعد رئيس حزب حماة الوطن. مساء الخير سيادة اللواء. أولا الصورة العامة، يعني إذا ما تحدثنا عن فكرة التوعية الشعبية ومفهومها على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي. طبعا بداية عايزين نقول أن البيانات المتوالية اللي بيقوم بها الجيش اللي وصل عددها حوالي 14 بيان، آخره كان النهاردة. صحيح. خلى الشعب فعلا يعني يعيش في الأجواء اللي احنا كنا نتمنى الحقيقة في بدايات اللقاءات اللي كانت مع حضرتك إن هو يعيشها. يعني أصبح الشعب النهاردة عنده شعور أن هناك معركة حقيقية بتدور في منطقة وسط وشمال سيناء، خاصة أن هذه البيانات مصاحبة بالصورة دي حقيقة. وبعدين برضو لو حضرتك تفتكر برضو احنا كنا قلنا أن الناس بتتساءل الضربات دي كلها والقوات دي كلها و53 واحد بس اللي اتقتلوا لغاية كده. لو تفتكر الحوار ده النهاردة بس في ليلة واحدة النهاردة في حوالي 10 تم قتلهم يعني، وحوالي يمكن 245 تم القبض عليهم في قضايا مختلفة أو في حالات اشتباه بيتم فحصها أولا بأول وبيفرج عن اللي هو ملوش أي اتهامات أو ملوش أي سوابق سواء جنائية أو سياسية. إذا النهاردة بقول إنه الوعي فعلا الشعبي بدأ يعيش الأجواء، بيعيش المرحلة. عايز أقول برضو إنه الحالة اللي احنا فيها دلوقتي أو الزخم اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو بدايات شهر 3 إلى أن نصل إلى يوم 26 و27 و28 اللي هي انتخابات الرئاسة، أنا شايف أن الشارع المصري في حالة إيجابية جدا، في حالة يعني معرفش عايز أقول يعني في حالة بهجة، في حالة فرحة برغم الشهداء اللي سقطوا مننا وكذا، ولكن عايز أقول أن فعلا في يعني حالة إيجابية أنا شايفها. هل الإيجابية دي مرتبطة بحالة الاستقرار اللي قادر يلمسها المواطن؟ بالظبط كده يا فندم. خلينا أقول برضو إذا كنا هنتكلم بقى على موضوع برضو الاستقرار الأمني والاستقرار، في آخر لقاء كان مع السيد الرئيس على الهوا كان قال إن هو مش موافق أو يعني زعلان من من يتعرضون بالإساءة إلى قوات الشرطة والقوات المسلحة، برغم كل ما يتعرض له هؤلاء الأبطال من إصابات ومن شهادة في سبيل الله يعني. فووجه أو طلب من السيد وزير الدفاع لو تتذكري إن هو ينظم رحلات. نعم. للإعلاميين. صحيح. علشان يزوروا ميدان المعركه، احنا بنتكلم في معركه حقيقيه. حضرتك كان ليك مقال في هذا الشأن ركزت فيه على هذه النقطه تحديدا. فكرة الزيارات الميدانية للإعلاميين على أرض الواقع حتى يروا ما يحدث في سيناء. بالظبط كده. حتى كمان أحيانا بيبقى في مداخلات الناس الجماهير برضه مش حاسة قوي بما يدور في منطقة سيناء. فلما الإعلامي من دول يكون سافر وشاف بعينه ما يحدث هناك هيقدر يجاوب على المداخله وهيقدر يقول لا احنا شفنا موت وشفنا دمار وشفنا كذا وشفنا كذا. هيشوف بعينه القوات المسلحه وهي بتدخل المواد الغذائيه للاهالي علشان لا يضاروا بالعمليات العسكريه اللي موجوده. هيشوف منظومه متكامله اداريه عسكريه قتاليه. يعني احنا الحقيقه برضو الزيارات دي مطلوبه على فكره، وانا بتمنى فعلا انه انها تتم في اسرع وقت علشان الناس فعلا تبدا تحس بما يحدث في سيناء. المعركه الثانيه بقى اللي هي معركه التنميه والبناء. احنا في نفس الوقت اللي السيد الرئيس بيوجه بان احنا نخلي بالنا من ابطالنا في الجيش والشرطه وان احنا لا نتعرض لهم بالاساءه والاخره، هو نفس التوقيت ده كان بيفتتح وبيدشن مدينه العالمين الجديده، وكان على الفيديو كونفرنس كان بيفتتح 6 مصانع جديده في 6 محافظات. نعم. انت النهارده ماشي بخط متوازي ما بين البناء والتنميه وبين مكافحه الارهاب. فيعني ده انا انا بقول ان اللي بيحصل ده يعني منظومه يعني غير مسبوقه. نرجع تاني لموضوع الاساءه للجيش وللشرطه. احنا عندنا في قانون العقوبات الماده 133 كانت بتنص على انه كل من يتعرض بالإهانة قولا أو كتابة أو فعلا للعاملين في مجال الضبط الإداري أو الضبط القضائي بيتعمل له جنحة حبس 6 شهور أو غرامة 200 جنيه أو مشواه. يعني ممكن ندفع 200 جنيه وخلاص. الحقيقة ساعة وضع القانون ده يا فندم ما كانش فيه لسه وسائل التواصل الاجتماعي والتهريج اللي بيحصل على التواصل الاجتماعي والشتيمه اللي بتحصل. ما كانش في هذه الحاله من الانفلات اللي نقدر نقول في التعبير عن الراي. بالظبط كده. فالحقيقه لما اتعمل بقى بعد كده قانون الاتصالات، لما اتعمل وعملوا قانون بدا يؤثم تاني هذه النوعيات من الجرائم اللي هي الجرائم اللي على شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن كان في تعديل تشريعي كنا اتعرض لتعظيم او لتغليظ العقوبه دي، بس قبل مجلس النواب ما يعني يتعمل يعني او كذا. والكلام ده كان في 2013 شهر 9 2013 على اساس تغليظ العقوبه الى الحبس الوجوبي لمده سنه لكل من اهان الشرطه او القوات المسلحه يعني. نعم. ولكن هذا القانون حتى الان لم يفعل، ولذلك احنا يمكن في اخر مقال كتبناه النهارده بنناشد البرلمان بما فيه من كوادر وطنية وبما فيه من ناس بتحب البلد وحاسة بما يحدث في البلد ان هم يتبنوا مشروع قانون او تعديل او اضافة مادة بتغليظ العقوبات بما طبعا لا يتعارض مع الدستور، علشان ما يجيش يقول لك دولة بوليسية ومش دولة بوليسية والكلام اللي احنا متوقعين انه هيحصل يعني. فبنقول ان هو بما لا يتعارض مع الدستور اللي بيقوم عليه اللي هو بيحافظ على الحقوق والحريات. تمام. طيب احنا متواصلين سيادة اللواء محسن الفحام في حوارنا معاك، وهنركز في الجزء الثاني من الحوار حول الخطاب الإعلامي وكيف يتواكب مع هذه المرحلة الهامة، لكن بعد متابعة موجز الأنباء مع إلهام نمر. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. ما زال حوارنا متواصلا حول الدور الامثل للمسانده الشعبيه والمحور الاهم المتعلق بالخطاب الاعلامي وكيف يكون متواكبا مع المهمه النبيله التي يقوم بها رجال القوات المسلحه والشرطه الان في محاربه الارهاب. أعيد الترحيب بضيفي في هذا الحوار سيادة اللواء محسن الفحام، أستاذ علم إدارة الأزمات ومساعد رئيس حزب حماة الوطن. أهلا بحضرتك مرة أخرى سيادة اللواء. توقفنا عند الخطاب الإعلامي، كيف يكون متواكب مع هذه المرحلة؟ ملاحظاتك على الأداء الإعلامي فيما يتعلق بتناول هذا الملف، ملف الإرهاب بشكل عام. طيب برضو قبل ما نتكلم عن ملاحظاتنا الأداء الإعلامي في هذه المرحلة نرجع تاني لسنة 1967 حتى سنة 1973. نعم. اللي هم الست سنوات اللي ما بين الانكسار والانتصار. الست سنوات دول عايز أقول أن الإعلام كان له اليد الطولة في تأجيج المشاعر الوطنية ورفع المعنويات، وكلنا ما ننساش الأغاني اللي كانت بتتغنى ساعتها من أم كلثوم ومن عبد الحليم حافظ ومكذا. فالدور الإعلامي الحقيقة والدور الفني اللي هو تقريبا دلوقتي مش موجود. يعني ما فيش أغنية دلوقتي علمت علينا أو في دماغنا إلا أغنية نشيد الصاعقة. يعني أنا عايز أقول إن نشيد الصاعقة النهارده أنا بسمعه ما بين طلاب المدارس في الحضانة، في بين طلاب المدارس في الابتدائي. أنا النهارده كنت في الجامعة فلقيت بنات بيغنوا وهم ماشيين، قالوا إيه علينا دول، قالوا إيه. يعني النشيد ده حضرتك ده بيغير الادريالين اللي في الجسم لما يتقال بنفس الحماسه وبنفس لانه من ارض المعركه. حاجه جميله يعني، حاجه الحقيقه بجد يعني حاجه جميله جدا. يعني تفسير حضرتك لانتشاره يعني بهذا الشكل، والاهم تفاعل اجيال كتير معاه، يعني الاجيال الطلبه والطالبات والاطفال كمان تفاعلها مع هذا النشيد. لان احنا يا فندم كنا متعطشين لهذا النوع من الاناشيد الوطنيه الحقيقيه اللي بتنبع من القلب. كل الاناشيد او كل الاغاني الوطنيه اللي احنا كنا بنسمعها في الفتره الاخيره دي كانت كده، لكن النهارده لما احس ان انا في نشيد بيتغنى من غير ادوات موسيقيه وبيتغنى مصاحبا لبطولات ولانجازات على الارض بتبان ومتصدق، مش متفبرك، ما فيهوش كذب، ما فيش حد يعني حاطط مكياج وهو بيغنيه. لا، ده اللي بيغنيه ناس بتزحف على الارض وناس بتنط في السقف وناس بتعمل كده، فالولاد مصدقينه. يعني الناس مصدقين النشيد، فالولاد الصغيرين النهارده ده حتى في المدارس الاجنبيه بيغنوه. ولذلك انا وبشكر على فكره بعض يعني بعض مديريات التعليم في القاهره وفي بعض المحافظات ان هم النشيد ده بيقولوه في نشيد الصباح. ده حقيقه. وكان في محاولات يعني مع انتشاره ان هم يضيفوا موسيقى عليه، لكن الاراء كانت رايحه انه يفضل زي ما هو بمصداقيته، بصوت الجنود، بصوت الرائد اللي بيغنيه، بنفس يعني المصداقيه اللي حضرتك بتتكلم عنها من غير موسيقى. فاحنا الحقيقه كنا مش احنا يعني شبابنا واولادنا كان متشوق انه يسمع نشيد بالمصداقيه دي. النشيد ده على فكره مؤثر في وجدان الشعب كله دلوقتي، الناس بتغنيه دلوقتي. حتى في المؤتمرات اللي بتتعمل لتأييد السيد الرئيس في الانتخابات بيشغلوا النشيد ده. يعني الناس اللي في المؤتمر بيغنوه. دي الحالة اللي حضرتك بتتكلم ان احنا محتاجينها دلوقتي. اكيد. ومن هذا المنطلق انا النهارده كنت قاعد مع احد المستشارين الاجلاء يعني، فكان بيقول لي انا هناك يعني شعره او خط رفيع ما بين العقوبة أو تغليظ العقوبة وبين إعادة هيبة الدولة. كويس؟ حضرتك بتتكلم عن الإساءة للجيش والشرطة دي. وبعدين بقى بنرجع بقى يعني النشيد ده بدأ النهارده الناس تحس إن عندنا فعلا جيش قوي. ما هي دي برضه هيبة الدولة. فإذا النهارده لما بنتكلم بقى عن الإعلام وإذاعة هذا النشيد في القنوات المختلفة بالشكل ده، كويس؟ وزي ما قلت بالمصداقية دي، أنا بتصور إن ده بداية سليمة وصحيحة لإعادة الرؤية الإعلامية أو إعادة عكس أو الصورة اللي هي الصورة الذهنية اللي موجودة. طيب إحنا مستهدفين مين دلوقتي في مصر؟ الشباب ولا مش مستهدفين الشباب؟ طب هو الشباب هو بيحب الأغنية دي والشباب شايف نفسه كده، زي بالظبط الشباب ما هو شايف محمد صلاح حلم بالنسبة له. طلع النهاردة بقى مش محمد صلاح لوحده، ده طلع النهاردة أبطال الصاعقة كمان. هو نفسه يعني كان في الاول نفسه هو لعيب كوره زي محمد صلاح. النهارده في اولاد بيقول انا نفسي ابقى ظابط صاعقه زي دول. يعني اعاده روح الولاء والانتماء للدوله ده رساله حقيقيه لا يمكن ان يقوم بها حد الا الاعلام. فالاعلام عليه دور مهم جدا في اعاده رسم الوجدان الوطني الحقيقي للشباب، الذي هو يعني هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحله الجايه الشباب. انا بعمل لكم ده كله وبقول لكم اتفضلوا اهو، لكن لما اسلموا حاجه وهو مش مقتنع بيها او مش مصدقها، ماشي حاجه خدها وخلاص، مصنع اتعمل. لكن لما يعرف المصنع اتعمل بعرق الجبين واتعمل بروح الشهداء دي والكلام. طب انا بقول لحضرتك تاني انه النشيد ده لما بقيت في اي وقت وفي اي لحظه الناس على طول وجدانها بيروح ناحيه فين؟ ناحيه سينا بالظبط كده. فانا بنقلك الحرب الدائره الان بالظبط، انا بنقلك نقله في الوقت ده، حتى وانت بتتغدى وشايف الله طب احنا قاعدين ناكل وحاسين بالامان ده، وابطالنا بيزحفوا على الارض وبيطلعوا وبيتضرب عليهم نار وفي الحريق او في يعني، وده بيدعونا لاهميه عدم الاساءه ليهم، مش خوفا من العقوبه لكن احتراما لتضحياتهم الجليله من اجل الوطن. ومن هذا المنطلق انا برد لحضرتك فيما يتعلق بدور الاعلام. فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الاعلام هو دلوقتي عايز اقول ايه، هو المقاتل الحقيقي في الجبهه الداخليه في مصر الاعلام. اما المقاتل في سيناء هم رجال الجيش والشرطه. في الداخل الاعلام بيعمل الاعلام، بيعدل بالوجدان تاني، نمره 2 بيعيد هيبه الدوله جوانا وفي العالم الخارجي، ده نمره 2. نمره 3 بيهيئ الشباب ان هو ما يصدقش الشائعات. طب انت النهارده هتصدق ازاي شائعات تقول ان الجيش بينهزم اهو قدامك ابطال وكذا؟ فالاعلام ايضا عليه دور مهم جدا جدا في ان هو يعني يسارع في نفي اي شائعه من الشائعات التي تتعارض مع الرؤى اللي هو شايفها. يعني انت بتقول حاجه انا شايف عكسها، يعني انت بتقول موضوع وانا شايف عكسه، زي الواقعه اللي حصلت مع يعني هيئه تلفزيون البي بي سي ام زبيده دي، والواقعه الملفقه لاختفاء زبيده اللي تكشف الامر عن طريق الاعلام المصري انها قصه ملفقه. بالظبط، انت جايب الام زبيده دي وجايب بنتها اهو، جايب الست اللي بتكذب وجايب البنت اللي بتكذب امها قدام على العالم كله. وفي هذه يعني المناسبه برضو انا بوجه الشكر على فكره للهيئه العامه للاستعلامات بصراحه على موقفها القوي، وايضا بوجه الشكر طبعا للهيئه العليا للاعلام والصحافه ان هم قطعوا وكاله البي بي سي الى ان تعتذر. يعني النهارده قاموا بتعليق التعاون معاهم او تعليق التعاون معاهم، فدي الحقيقه يعني برضو الحقيقه هو ده برضو من الموقف الايجابي الاعلامي اللي بيخلي الناس تحس ان الاعلام فعلا هو احد الجبهات اللي هي بتواجه الارهاب. وخلي بال حضرتك يا فندم، الارهاب ما هوش ارهاب قتل وموت وبس، الارهاب ده ارهاب فكري، ارهاب ديني، ارهاب عقائدي. يعني الارهاب ده انواع واشكال. اللي بيحارب دلوقتي الارهاب العسكري والارهابي الجيش والشرطه، لكن الاعلام والكنيسه والمسجد والبيت دول بيحاربوا الاعلام العقائدي والديني والتربوي والتوعوي والثقافي والاجتماعي. ده الحقيقه دور مهم جدا جدا جدا، كلنا لازم نتكاتف ان احنا نحققه في المرحله اللي جايه. طيب بث الاحباط ده نوع من انواع الارهاب او نوع من انواع الاختلاف عن الخط اللي يجب ان نسير جميعا فيه وراء المؤسسه العسكريه ووراء قوات الجيش والشرطه؟ اللي هو بث الاحباط. بص يا فندم، احنا كنا قبل كده اتكلمنا عن قضيتين، التشكيك والاحباط. وده بيؤدي لده وده بيؤدي لده. اللي انا عايز اقوله برضو انه اتصور ان الفتره اللي فاتت دي وتحديدا الاسبوع اللي فات ده مع النجاحات اللي هي بدا الجيش النهارده يحققها. خلي بال حضرتك، احنا في لغايه البيان رقم 6 او 7 كان في 53 قتيل، النهارده في بيان 1 10. معناها ايه؟ معناها ان حتى الشعب اللي موجود في سيناء بدا كمان، انا ازعم ان الشعب هناك بدا برضو يفوق، وبدأ برضه ما يخافش، وبدأ برضه يتعاون مع القوات المسلحة ومع الشرطة عن طريق نقل المعلومات. بالظبط كده، وده نوع مهم جدا جدا جدا. الربط ما بين الشعب وما بين الجيش والشرطة في الإبلاغ عن أي عنصر إرهابي أو أي عنصر مشكوك فيه، سواء بقى في سيناء أو هنا أو هنا، مش مشكلة. لأن الإرهاب زي ما قلنا مش هنفترض بأنه عايش في سيناء على طول، عشان برضه ما نفضلش نقول سيناء سيناء، لا، في إرهابيين موجودين في محافظات أخرى. طبعا في موجودين، نقدر نبلغ عنهم، طبعا نقدر نبلغ عنهم. وانا اعتقد على فكره، ودي نقطه برضو مهمه جدا ولازم برضو اشير ليها واشيد بيها، احنا اتكلمنا هنا يا فندم كتير قوي على دور العمد والمشايخ. لو تفتكر حضرتك النهارده تقريبا تعليمات السيد وزير الداخليه، تقريبا جميع الساده مديري الامن على مستوى الجمهوريه عقدوا اجتماعات مع العمد والمشايخ وادوهم الثقه الكامله في كل نشاطهم وفي كل اختصاصاتهم، وسهلوا لهم اسلوب التواصل معهم في الابلاغ عن اي سلبيه او عن اي عنصر ارهابي يعني ممكن ان هم يشكوا فيه. ودي الحقيقه يعني انا بعتقد ان هي بادره ايجابيه جدا، وبقول ان دي الحقيقه نظره ايجابيه جدا 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 من السيد وزير الداخليه. واكيد تقديم المعلومه هو نوع وشكل مهم من اشكال المسانده، مفيش كلام يعني. وخلينا نقول برضو ان شيخ البلد ده فندم يعني عايش جوه البيوت وجوه الكفور يعني. فالحقيقه نظره السيد الوزير في الموضوع ده انا شايف انها نظره يعني متميزه جدا جدا وبعيده النظر جدا جدا. برضه هقول حاجه ثانيه معلش. اتفضل. زياره السيد الرئيس لكل من كليه الشرطه والكليه الحربيه ومشاركتهم في الطوابير الصباحيه، وبعدين لما راح كليه الشرطه تصادف ان ساعتها كان في زياره للاهالي. عايز اقول لحضرتك الناس هناك يعني ما اعرفش بقى دي كاريزما ولا ايه مش عارف يعني انبهرت بوجود الرئيس. الرئيس يعني بدل ما يقعد ساعه على الثلاثه جري مع الطلبه في طوابير كذا. فالحته دي برضو حته الانتماء، او نقول بقى كلمه ثانيه القدوه. اخيرا الشباب وجد القدوه التي يقتدي بها، سواء السيد رئيس الجمهوريه او في الرياضه الكابتن محمد صلاح، أو في القوات المسلحة والشرطة، قوات الصاعقة والأمن المركزي. أصبح لنا حاليا قدوة الشباب كان مفتقدها في مرحلة من مراحل حياته. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محسن الفحام، أستاذ علم إدارة الأزمات ومساعد رئيس حزب حماة الوطن. أهلا بك يا فندم. مشاهدينا حوارنا تالي متعلق بالزيارة الحالية للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لمتابعة ملف المصالحة. القاهرة تتحرك في هذا الملف في ثلاثة مسارات. المسار الأول هو إنجاز المصالحة، المسار الثاني متعلق بتسهيل فتح معبر رفح، والمسار الثالث هو إنعاش الاقتصاد في غزة عن طريق التواصل مع الجهات المعنية وعن طريق مشروعات كبرى ملحة وضرورية لأهالي القطاع. حول هذا الملف مشاهدينا نتواصل مع ضيفنا الأستاذ اشرف ابو الهول بعد الفاصل. مشاهدينا حول زيارة الوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة يدور حوارنا مع الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بك كثير يا أستاذ أشرف. هذه الزيارة يعني كيف تراها وترى أهميتها في إنجاز ملف المصالحة، هدف رئيسي من أهدافها بالطبع؟ يعني وبالتأكيد زي ما حضرتك قلتي هذه الزيارة هدفها هو إنجاز ملف المصالحة. المصالحة تعثرت، كل طرف خلق ذرائع، اتفاقات كانت متوالية من 2009 اتفاقات، وطبعا اشهرها اتفاق مايو 2011، احتفالات ضخمة، وقبلها اتفاق مكة واحتفالات ضخمة، وبعدها اتفاق الدوحة ولم ينفذ اي شيء. مصر فضلت مرحلة تشد ومرحلة ترخي ومرحلة تتفاوض ومرحلة زق لغاية ما وصلنا ل 2017 وكان لابد من الحسم. الحسم مصر يعني هيأت الأجواء من أجل استكمال المصالحة، جمعت الطرفين، وقع اتفاق 12 أكتوبر 2017، مش اتفاق جديد، لا، اتفاق لتنفيذ اتفاق. وراح وفد أمني والحكومة، حكومة الوفاق، راحت غزة وقالوا هنتصالح، وانتظرنا مفيش حاجة اتعملت، خطوات ثم تعطلت. الآن مصر يعني قررت أن تضغط، ومزيد من المجهود ومزيد من الضغط على الطرفين، وبدأنا اليومين دول نشوف حل في ملفين كانوا بيمثلوا عائق. الملف الأول هو ملف ما يسمى بالتمكين. حكومة الوفاق عايزة تعيد السيطرة على الوزارات في غزة والإدارات والهيئات، وحماس بتقول لأ، أنا عندي ملف تاني أهم، هو ملف الموظفين. الموظفين اللي أنا أتعينه في عهدي دول ما ينفعش يقعدوا في البيت، ما ينفعش بيوتهم تتخرب. الوفد الأمني موجود حاليا في غزة لحل هاتين المشكلتين. يمكن يعني ملف الوظائف وتوفير مرتبات للموظفين اللي عملوا في عهد حماس نقدر نقول هي الأزمة الأكبر اللي بيتم العمل عليها الآن؟ بالتأكيد. ويمكن امبارح رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور رامي حمد الله أوضح وبشكل معلن لأول مرة أنه السلطة الفلسطينية ستستوعب 20,000 موظف من الموظفين اللي كانوا موجودين في عهد حماس. طبعا هيتم اختيارهم حسب الكفاءة والأقدميات والمؤهل، لأنه في فترة عهد حماس كان في حاجات غريبة بتحصل في التوظيف. يعني كان أهم حاجة هو الولاء للحركة. ممكن يبقى مثلا شاب عنده 22-23 سنة معهوش مؤهل مثلا أو ابتدائية أو توجيهي أو حاجة، وده يدخل الشرطة برتبة مثلا مقدم، برتبة عقيد، برتبة عميد. واحد معاه دبلوم وماسك مدير مصلحة. المسألة دي ما ينفعش وانت بتعيد بناء جهاز إداري انك تستعين بنفس يعني نفس الشخصيات بنفس المؤهلات، ولكن انت بتعيد هيكلة الامور، بتبدأ تنقي العناصر الافضل وتدخلهم في الجهاز الإداري، خاصة ان السلطة ليست غنية، السلطة عندها معاناة شديدة جدا، الدعم الخارجي متقلص بشكل كبير، وبالتالي هم علشان يحلوا قالوا خلاص احنا هنستوعب 20,000 من حوالي 30,000 موظف كان بيتكلم عنهم حماس. في المقابل حماس مطلوب منها تدي الجباية للسلطة. ايه الجباية؟ بمعنى الضرايب والجمارك والحاجات اللي بتاخدها من كل اللي يدخل او يخرج غزة او كل حاجة داخلة غزة، دي كانت بتاخدها هي وتقول انا بدفع منها للموظفين. مرتبات وطبعا بتصرفها في اوجه اخرى. السلطه قالت لا، ما انا مش هعين 20,000 موظف، وانا اساسا بصرف على غزه حوالي $100 مليون شهريا، وده مبلغ ضخم بالنسبه لسلطه قدراتها محدوده، وفي نفس الوقت انت اللي هتجبي الضرايب والجمارك، هتجيلي. دول النقاط اللي الوفد الامن المصري شغال عليها حاليا وبيفكفكها واحده واحده، واعتقد انه ان شاء الله خلال ايام هيتم الاعلان عن تسويه هذه النقاط. في قضيه ثانيه كان الكل بيتكلم عنها، هي قضيه الاجهزه الامنيه في غزه. نعم. البعض كان بيفسر الاجهزه الامنيه في غزه دي انه سلاح المقاومه. لكن سلاح المقاومه لم يطرح، وسلاح المقاومه لانه ليس هناك مجال ان يعني تتنازل حماس عن السلاح. صحيح، لا، حماس والجهاد ما فيش مجال انه تتنازل، خاصه انه الارض محتله والعدو موجود، لكن سلاح المقاومه لابد ان يكون تحت سيطره. مش انا احكم وانت تطلع في دماغك انك تحارب اسرائيل او تضرب او لا، لازم يبقى في تنسيق مع السلطه، ويكون هذا السلاح لرد العدوان وضمن قرار وطني. دي حاجه ثانيه، جهاز الامن مش معقول بردك السلطة الفلسطينية تبقى هي اللي بتدير السلطه في غزه والضفه بعد المصالحه طبعا غزه، وبعدين الاقي حماس هي اللي مسؤوله عن الامن او الاقي اي فصيل مسؤول عن الامن. لازم الامن يبقى تحت سيطره السلطه ويأتمر بامرها ويسلح بسلاحها ويتحرك بناء على اوامرها. دي القضايا الرئيسيه اللي احنا شغالين عليها واللي ان شاء الله فيها تقدم اليومين دول. طيب حالة التجاوب هل يعني هي مرتبطة بالتوقيت اللي بتمر به القضية الفلسطينية بواحدة من أشد المراحل في تاريخها، وهو موقف الإدارة الأمريكية وقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ شايف أستاذ أشرف أنه هذا التوقيت هو ملح لكي يتغلب الفاصلان حماس وفتح على خلافاتهما؟ هو موقف الإدارة الأمريكية و ما حدث في القدس هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الضغوط اللي مورست على السلطة أو مورست على الفلسطينيين. قبلها ما يسمى بالربيع العربي أثر بشكل سلبي جدا على الشعب الفلسطيني. دول داعمة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فككت. تمويل كان بيروح للسلطة الفلسطينية والفصائل توقف، وبدأ يبقى في نوع تاني من التدخل في القرار، وبدأ يبقى في محاولة لفصل غزة عن الضفة بشكل نهائي، وإنه غزة تبقى تحت مثلا الوصاية الإيرانية بشكل أو بآخر. كل طرف بدأ يدرك خطورة الوضع، وحماس بشكل خاص أدركت إنه المحيط اللي كانت بتستفيد منه اللي هي قطر وإيران والأموال التبرعات اللي بتيجي من الدول العربية ده هيتوقف، وبالتالي بدأت تبص للبديل المصالحة. ما بقتش قادرة تصرف. السلطة نفسها الضغوط زيادة عليها كبيرة جدا. السلطة نفسها أصبحت مدركة إنه في دلوقتي محاولات لفصل الضفة عن غزة بشكل نهائي، فبدأ الطرفين يتحركوا. مصر دخلت وشرحت الأمور ودخلت يعني كناصح أمين وكمساعد وكموضح، وأعتقد أنها وصلت للأساسيات أو المبادئ اللي تسمح بالمصالحة. لكن كل فصيل ما زال فيه من يرفض المصالحة لأنه بيستفيد بشكل شخصي. تمام. بمعنى مثلا حماس لما تولت، لكن هذه الأطراف هي قادرة على يعني إحداث عقبات في طريق المصالحة؟ بالتأكيد، وحصل. يعني بعد ما اتعمل اتفاق 12 أكتوبر هنا، واكبر قيادات في حماس اللي هو السيد اسماعيل هنيه رئيس المكتب السياسي، ويحيى السنوار اللي هو رئيس المكتب السياسي في غزه، مش في حماس ككل ولكن الرجل القوي في غزه هو اللي مسيطر على غزه من الناحيه الامنيه ومن الناحيه السياسيه، قالوا احنا مع المصالحه قلبا وقالبا ولابد ان تنفذ فورا. وانه السنوار بشكل خاص قال انه من يعطل المصالحه سنخسر رقاب. كل قال خلاص. لما راحوا علشان ينفذوا المصالحة على الأرض، في أطراف من الصف الثاني والثالث والرابع في حماس بدأت تخلق عوائق أنت ما تعرفيش جات منين. يسلط أو يحرض الموظفين إن هم يقفوا قدام الوزارات يمنعوا المسؤولين اللي جايين من رام الله، يخلي الموظفين يخرجوا مظاهرات في الشوارع إن السلطة مجوعانا ما بناخدش رواتبنا مش عارف ايه. يعمل عمليه تحريض على السلطه من ناحيه انها ضد سلاح المقاومه. ده مخالف للصوره الذهنيه اللي شفناها فور وصول رامي حمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس حكومه الوفاق الوطني الى قطاع غزه في المره الاولى. كان في ترحيب شديد بيه يعني، وكان في ترحيب خصوصا من اهالي القطاع لانهم كانوا بيعانوا من وضع متردي اقتصاديا وانسانيا. هو غزة فيها انقسام كبير جدا. هو غزة معظمها مع فتح ومع السلطة، في أعداد كبيرة مع حماس. هذه الأعداد فيها من يحرض، فيها اللي ضد المصالحة بشكل نهائي. لأنه يعني النقطة اللي عايز أقولها أنه مثلا في ناس كانت تحت الصفر قبل ما حماس تسيطر، تولت مناصب قيادية، خدت أراضي، خدت سيارات، بقى عندها مرافقين، مرتبات كبيرة. هؤلاء إذا تمت المصالحة، واحد ماسك إدارة أو وزارة دلوقتي بعد شوية هيلاقي نفسه معاش أو سابق، وبالتالي شيء طبيعي إنه هيحرض اللي يعرفهم. واحد بياخد راتب أشبه بالجباية الضرايب كانت بتتفرض على كل على الهواء اللي بيدخل غزه. جزء كبير قوي من الحاجات اللي حركت المصالحه هو اغلاق مصر الانفاق، لانه الانفاق كانت بيضه او دجاجه بتبيض ذهب، كانت وسيله مهمه من وسائل التهريب. وسيله تهريب، وحماس كل حاجه كانت بتدخل غزه كان بتاخد عليها ضريبه، وبالتالي كان في دخل. كل ده توقف. هؤلاء الذين استفادوا كانوا يخشون ان تسحب منهم امتيازاتهم فعطلوا المصالحه، وبقى في شحن للاجواء، يطلع ناس يهاجموا السلطه وناس من السلطه تهاجم حماس. السلطه كان ايضا لديها من لا يريد غزه ومن لا يريد حماس، وبالتالي كانت القصه على الارض صعبه رغم الاتفاقات والكلام. طب ايه اللي هيغير الوضع ده دلوقتي على ضوء زياره الوفد الامني المصري؟ هل الوصول لحلول وسط في مساله زي مساله الموظفين؟ اول حاجه الوصول لحلول وسط، تاني حاجه الضغط المصري، الاظهار انه عالميا غير مقبول ان يبقى الفلسطينيين منقسمين، لانهم لو استمروا كده هتنتهي قضيتهم. ثانيا الذي ساعد على الانقسام وعززه هو اسرائيل من اللحظه الاولى. اسرائيل طبعا لما كانت السلطه الموجوده في غزه، كانت هي اللي بتحكم غزه قبل 2006، ضربت مقرات السلطه واضعفتها وخلت حماس باشاره منها اتحركي سيطري على غزه، وابقوا على هذا الوضع. حتى الحروب اللي كانت اسرائيل بتشنها ضد حماس كانت حروب ليست حروب لانهاء حماس، وانما فقط لاضعافها وتخويفها. عايزاها في النهايه تفضل في مواجهه فتح. من الحاجات اللي تناقلتها وسائل الانباء او وسائل الاعلام الفلسطينيه الايام الماضيه ان مصر ابلغت حماس، وهذا الكلام على عهده وسائل الاعلام الفلسطينيه ان مصر ابلغت حماس انه تبتعد عن استفزاز اسرائيل، لان هناك نيه لشن حرب غير مسبوقه ضد غزه تستخدم فيها كميه نيران هائله ويتم اغتيال معظم القاده فيها. ومش هيكون في بقى وجهه النظر السابقه ان احنا نخلي حماس ضعيفه، لا نكسرها خالص وقتها، لان المصالحه ظهرت هيكون هدف اسرائيل هو انهاء حماس. ايوه، لانه خلاص هي حماس هتدخل في طوق المصالحه، وبالتالي دورها هيبقى انتهى، فانها بتحافظ على الانقسام. قبل الانقسام الفلسطينيين كانوا بيتكلموا مع اسرائيل امتى بقى تنسحبي من 67، وامتى نقيم الدوله، وامتى نوصل الضفه بغزه، وهل هنوصلها بنفق ولا هنوصلها بقطر. لكن لما ده سيطر هنا وده سيطر هنا خلاص مش عايزين بقى يتفاوضوا. يجي ابو مازن يتفاوض يقولوا لا انت ما بتحكمش غير الضفه. نعم. تيجي حماس تتكلم يقول لها لا انت في عداء مع ابو مازن. فشغلوا الاثنين في بعض. لكن لو انتهى الانقسام وحدثت المصالحه هيكون خطر على اسرائيل. خطر على اسرائيل حتى مع موقف اداره ترامب الداعم لاسرائيل بشكل. اداره ترامب داعم لاسرائيل، لكن موقف الاداره الاسرائيليه واداره ترامب الاثنين ضعيف. اداره ترامب بتواجه مشاكل كبيره جدا، مشاكل في علاقاتها التجاريه، مشاكل في علاقاتها الدوليه، عدم سيطره، عدم احترام. واسرائيل تهم الفساد الموجهه الى نتنياهو، تحقيقات اللي كانت في الملف 1000 والملف 2000 والملف 4000، والهدايا اللي كان بيتلقاها هو وعائلته، والرشاوى اللي خدها يعني من صحيفه لاضعاف صحيفه اخرى. يعني وصلت انه في صحيفه يدعوت احرنوت كانت بترشيه لاضعاف صحيفه اسرائيل هيوم او اسرائيل اليوم. وبالتالي كل هذه ملفات مفتوحه. الشرطه الاسرائيليه، مفاوض الشرطه الاسرائيليه كان اوصى بمحاكمه نتنياهو. في قضايا ثانيه اتفتحت، قضايا في الاغراق وما الى ذلك، وبالتالي نتنياهو عايز يعمل حاجه كبيره علشان يخرج من هذه الازمه. ايه هي الحاجه الكبيره؟ انه يعمل حرب، والحرب ستجعل الشعب الاسرائيلي يلتف حوله. لكن الحرب في رايك هي ستتوقف فقط على استفزازات حماس، ام لو كانت هناك نيه اسرائيليه حقيقيه للقيام بهذه الحرب سيقوم بها ايا كان الوضع؟ لا، هو الاستفزازات ليها دور مهم. الاستفزازات ليها دور مهم، لانه برك الحرب هتكون ليها تكاليف، وبالتالي في فرق بين ان هو يبادر ويشن حرب هيتاثر جانب كبير من الدوله الاسرائيليه. الدوله الاسرائيليه دوله صغيره نعم. ولو صاروخ يعني مداه 20 كيلو أطلق من غزة هيأثر على أجزاء من إسرائيل، حتى لو ما أصابش هدف لكن هيصيب الناس بالذعر. تمام. طيب أستاذ أشرف، القاهرة وكما أعلن رئيس الوفد الأمني المصري بتعمل على إنجاز المصالحة، وفي نفس الوقت تعمل على تسهيل فتح معبر رفح، وفي نفس الوقت إنعاش غزة اقتصاديا. إزاي يعني المساران المتعلقان بتسهيل فتح المعبر في ظل الظروف الحالية والعملية العسكرية الجارية في سيناء، والوضع الاقتصادي في ظل كل هذه الملفات العالقة، وترتيبات يعني تحدث في الداخل الإسرائيلي ل يعني القضاء على أي فكر ممكن يعني يقود إلى صف فلسطيني واحد كما في السابق؟ المسألة بسيطة جدا. نحن الآن في مراحل حاسمة من العملية الشاملة سيناء 2018. نعم. هذه العملية ستنتهي عما قريب بإذن الله، وستؤمن سيناء بدرجة كبيرة جدا، ودي هتبقى المرحلة الأولى اللي سيتلوها مرحلة تانية، مرحلة تسهيلات في معبر رفح. لكن معبر رفح لن يفتح إلا في وجود اتفاق مصالحة. أنا مش هفتحه الحماس فتروح وتيجي والأمور تبقى عادية وأرسخ الانقسام بشكل نهائي. وإحنا من الأول إحنا بنقول إنه غزة لها 6 منافذ وليس منفذ واحد هو رفح، والست المنافذ دول فتحهم مرتبط بالمصالحة وفتحهم مرتبط بالسلام. عندك في معبر آرز أو بيت حنون ده لعبور الأفراد لإسرائيل وللضفة، في معبر صوفة، في معبر كارني اللي هو المنطار، في معبر كرم شالون اللي هو كرم أبو سالم. كل دي معابر إذا حدثت مصالحة البضائع ستتحرك بين الضفة وغزة والبشر. الفلسطيني من حقه يسافر عن طريق الأراضي الفلسطينية إلى الأردن أو غيرها، ما يلفش. فجزء من المصالحة أنا هفتح لك المعبر ده، هسهل لك وهسهل لك في دخول المحروقات علشان تشغيل محطة الكهرباء، وهدخلك بضائع سواء عن كرم ابو سالم او عن طريق مصر، بس تدخل في المصالحه. ما تكرسش الوضع الحالي. يعني تسهيل فتح المعبر مرتبط بالانعاش الاقتصادي. طبعا مرتبط بالانعاش ومرتبط بالمصالحه. ما هو انت كان ممكن من الاول تريحي دماغك ويتصالحوا ما يتصالحوش، وانا افتح معبر رفح وافتح معبر كرم ابو سالم، بس انا كده ببقى كرست الانقسام، خليت الفلسطيني في غزة مش محتاج الفلسطيني في الضفة والعكس. لكن انت عايزاه يشغل كل معابره، يشغل كل إمكانياته، يعتمد على وحدة الصف الفلسطيني، البضائع تنتقل بين الضفة وغزة وإلى ذلك. وبالتالي انت بتقدمي له مغريات، بتقدمي له حوافز لإنجاز المصالحة. تمام. طيب حكومة الوفاق الفلسطينية هل ستكون في مرحلة ما قادرة على القيام بتنفيذ مهامها في قطاع غزة والقيام ببسط سيطرتها على القطاع، ولا دي مرحلة لاحقة تتوقع أنها يعني ما تكونش من ضمن نتائج الزيارة الحالية للوفد الأمني المصري؟ لا، هي طبعا هي المسائل كلها تأتي تدريجيا وليس مرة واحدة، لأنه احنا قلنا عندنا دلوقتي في مهمتين عاجلتين. المهمة الأولى هي تمكين الحكومة انها تسيطر على الوزارات والهيئات في غزة وموظفينها يداوموا. ده ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية. فيما يتعلق بحماس، تشغيل موظفي حماس يبقوا جزء من السلطة وياخدوا رواتب. في حاجة ثالثة، توفير الخدمات لغزة، انه السلطة تنفق على الماء والكهرباء والرصف والمشروعات، وبالتالي تحسين احوال دي المرحلة الأولى سكان القطاع. بتفككي. المرحلة الثانية بتشمل انه جهاز الامن في غزة يبقى تحت سيطرة الحكومة. اذا ما سيطرتي على الوزارات والهيئات وعملت نوع من الاستقرار بين الموظفين وسيطرت على اجهزة الامن، يبقى عندك القدرة بنسبة 90% على السيطرة على غزة، لانه في الاخر في حاجة هتفضل خارج سيطرتك وهو سلاح المقاومة. سلاح المقاومة من الآخر سلاح المقاومة أكتر من سلاح السلطة، وعناصر المقاومة أكثر تدريب من عناصر السلطة، لكن أنت اللي عايزة تفرضيه انه ما فيش واحد يضرب صاروخ على اسرائيل او يضرب قذيفه على اسرائيل الا بعد يعني التشاور مع السلطه ويكون في هدف، لكن انا ما اعملش مصالحه واقعد اعمل بناء وتنميه وواحد يطلع يضرب صاروخ اسرائيل تروح هد غزه على راس الريفيه، وبالتالي هي مساله تدريجيه. وده كان السيناريو المتكرر اللي كان بيحصل طوال السنوات السابقه. صحيح. وندخل في ملف إعادة الأعمار من جديد وكأن يعني شيء. وللأسف آخر حرب 2014 إعادة الأعمار لم تكتمل. صحيح. في 2014 إسرائيل عملت كسر للإرادة الفلسطينية، كيل الوعي بغارات غير مسبوقة بتدمير لأحياء كاملة، وبالتالي احنا مش عايزين ده يتكرر تاني. نعم. في أجيال يعني بتعالج نفسيا حتى هذه اللحظة، في آلاف الفلسطينيين اللي هاجروا بدون تذكرة عودة بسبب ما عانوه في الحرب الأخيرة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكراً. أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء.